هاي جايز اهلا وسهلا فيكم بقناتي انا اسمي ايا ميرسي كثير انكم هون سو هذا الفلوج راح يكون a week in my life بسويسرا فاليوم اول يوم this is what I'm wearing sandals jeans اسود و denim and just a white shirt اليوم رايحين shopping and then ما بعرف شو رح نعمل بس anyway anything I'm gonna do I'm gonna take you with me so I hope you enjoy this vlog أطيب شوكولات بسويسرا كتير كتير طيبين بس this is my favorite so I'm gonna take a piece of this Okay guys جيت على البيت و بدي اتغدى هلا I'm gonna eat this pizza مع تونة و هيدا الكولد برو ايس تي وبس ما بحس رح نرجع نظهر اليوم لأنه أنا I have to edit a vlog وإختي كمان she has work so that's it we're just gonna chill Good morning this is the next day اليوم رح نروح نتصور بالنيتشر وبعدين رح نروح على زوريخ سيتي نتغدى هونيك ونتمشى وهيك Okay so قبل ما نفل رح أتروق على السريع كثير بحب هيدي الترويقة تقريبا this is my everyday breakfast yogurt مع جرانولا و هلا قاعدة بالبراندا الفيو كتير حلو والطقس بعقد عفكرة انا كتير مستغربة من الطقس كنت مفكرة انه بس اجا على سويسرا حيكون في كتير برد وكتير شتا بس طلع لا it's actually sunny بعد لهلا يعني بعد ما غيمت ولا شي so that's good بس هلا قبل ما اظهر اكيد بدي رح احط سواتر علي او شي لانه في شوية برد هلا ظهريين بس حابة اورجيكم my whole outfit قبل جينز من زارا و اير فورس بإجرة and then this top H&M وهيدي البلت باج وحاطة هودي علي in case بردت هيدي الهودي من H&M men section and that's it ليكو ستيل لأنا وإختي شو غير بعض لا أنا كتير colorful وهيك انت كتير dark و darkish so weird جايز مثل ما شفتوا هلا كنا بالنيتشر هلا رايحين على السيتي which is so different يعني هلا حتشوفوا الديفرنس قد ايه اوكي سو هيدي هي المدينة مثل ما شايفين كتير غير عن مطرح ما كنا و باي ذا واي في كتير عجقة I know احضر حتى الكمامة of course سو كان في بروبلم صغير كل المطاعم اللي كنا على اساس رايحين عليها لناكل كانوا مسكرين وانا كثير كان على بالي فيش اند شيبس فجينا على هيدا اجت اختي على هيدا بس طلع ما عنده فيش سو مشكلتي انه انا ما باكل دجاج ولحمه هون ف ثانكفلي كان مقضو حدنا فجبت فيش ماك So,
جبنا كافي وهلا قاعدين هون بوج الليك. ليك وشو حلو. شو احلى هون على فكرة. جبت هيدا كمان ريوزابل كاب عشان بس روح على لبنان على طول بجيب ستاربكس سو بلا الويست لون يحطوا لي الكافي هون وانا كمان I can make my own coffee وحطهم هون سو انا جيت على البيت. كان نهار كتير كتير حلو بس لليوم رح وقف الفلوجينج سو اكيد رح اشوفكم بكره. هلو اجين سو بعتقد هذا تالت يوم بنهار ما عملت فلوج لشي لانه ما عملت شي مهم صراحه بس هلا ضاهرين نشرب شي وهيك. سو ذس از ماي اوتفيت فور توداي. هدول الوايت ليك جينز ذس توب هيدي الشولدر باج من ذا كريبت وجبت معي ليذر جاكيت اند ذاتس ات. اوكي انا رجعت على البيت ما صورت كتير اشياء اليوم بس لانه بنهار كنت عم بعمل بس اديتنج ما عملت شي تاني ومثل ما شفتوا على شي ظهرنا على هذا المطرح اللي كان كتير حلو. رحنا اكلنا شي وشربنا شي هونيك ورجعنا. هلا بدي اشيل الميك اب واعمل ماي نايت روتين سو بشوفكم بكره. هلو اجين اند اجين. اليوم ما كتير اكسايتنج لانه اليوم لازم روح اعمل فحص بي سي ار عشان لازم اقدمه قبل ما اسافر سو هلا رايحه وان شاء الله خير بعدين عبا شو رح نعمل بس اوف كورس مثل دايما رح اخذكم معي. اوكي عملت البي سي ار هذه كانت اول مره بعمله ما كتير بيوجع بس مزعج شوي مزعج بس it only took a couple of seconds so معلي. غير هيك الريزلت مفروض يطلع من 24 ل 72 hours so ان شاء الله خير. اوكي ناو جينا على ليك مع جاردن so حنقعد هون نعمل بيكنيك هيك ميني بيكنيك على الخفيف بس بدي ورجيكم الليك. ليكو شو حلو. رح نتعشى ونحضر شي على نتفليكس وبس. اوكي سو هيك مقضيين الليله. طلبت انا تونا سالاد واختي طلبت بيتزا. I was editing a vlog وهلا عم نحضر موفي. Good morning. هيدا اخر official يوم لإلي بسويسرا. بكره مسافره راجعه لبنان. So this is my outfit for today. باي ذا واي طلع فحص البي سي ار وطلع نيجاتيف ثانك جاد ويوم رجعين رايحين على زوريخ. رح روح شوف ماما اليوم اللي زمان كتير ما شفتها سو ام جونا سي هير ذير وكتير كتير مبسوطه سو يا هاي مامي. هاي تقبريني يا حبيبتي قلبي الفيديو زوريخ. هاي اوكي كنا بالسيتي هلا جينا على المول لانه I have to do some last minute shopping. اوكي سو عبالي اجيب new pair of Dr. Martens because I'm obsessed كثير بحب Dr. Martens سو هلا عم نقي اي واحد بدي اجيب بس probably هول اللي كعبهم عريض سو هلا بدي اشوف. اوكي جايز اخر شيء قررت اجيب هول سو هول اسمه جايدن يمكن ونقيت البوردو الغامق
هون في هيك لاتشيت شوي مبين هيك فينتج سو كول. كمان جبت هيدي الباك باك من فيال ريفن كانكن اي جس هيك بيلبسوها ماني مأكده. اوكي جايز سو هلا هنك الاغراض يلي جبتهم اليوم. هول واي جبتكن اياه هون الباك باك واي جبتكن اياها وجبت هيدا البوتل وهون في جيفتس لماي كوزن وماي سيستر. هلا بدي دوب الشنطة عشان بكره في مرتاحة اقضي شوية وقت وبعدين اروح على المطار. هاي جايز هيدا اخر مرة بقلكن هاي من هيدا المراية. سو اليوم مسافرة this is my outfit for the airport. رح نروح هلا على المطار نتغدى وبعدين رح فل. كتير مبسوطة اني راجعة على لبنان عن جد. لو قد ما كان لبنان فيه مشاكل وفيه قصص مش منيحة بس عن جد لما تسافروا بتحسوا بقيمته بتحسوا ان عن جد في شي هوني كعطول special. So I'm happy to go back و yeah. It's okay, بشوفك قريبا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مضطرة اعمل الاوترو انا لابسة كمامة لاني بالمطار بس anyway thank you so much for watching. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفلوج واذا عجبكم ما تنسوا تعملوا thumbs up subscribe hit the notification bell تتعرفوا كل ما نزل شي جديد وانا اكيد رح اشوفكم بـ my next video. bye.